هو اول يوم بيبقى رعب شويه. بس لازم الامتحانات تكون سهله وبعدين يسهلوا علينا اللي جنبنا اللي احنا قاعدين متوترين كده. والله حرام والله ربنا يستر يعدي الايام على خير. احنا ذاكرنا وعملنا اللي علينا بس يا ريت يخفوا المناهج من الحشو اللي مش لازمه كده بجد، لان انا بذاكر وتعبت. امال هم يعملوا ايه؟ يرحمونا شويه من الضغط العصبي. تعبنا عصبي ومادي مش عصبي بس. ربنا ينجحهم جميعا يا رب.